الفريزي جه 16 هدف دولي واصبح من اللاعبين اللي تخطوا كابتن حازم امام، تساوى كده مع كابتن حسن شحاته وطارق زيد وعماد سليمان وطارق اسماعيل وحسني عبد ربه في هذه المباراه الدراماتيكيه. تنتهي المباراه 2-2 لكن بالنبأ السعيد بالخبر السعيد مصر الى النقطه الثالثه اللي تضمن الترشح والتاهل، وبالتالي يصبح المتاهلين كل من منتخب غينيا الاستوائيه ونيجيريا مجموعه اولى اول وثاني، منتخب الراس الاخضر ومنتخب مصر في المركز الاول والثاني في هذه المجموعه. الراس الاخضر 7 نقاط، مصر 3 نقاط، تعادل ثالث، والسنغال ايضا اللي ترشحت عن المجموعه الثالثه. الفرحه بهذا التعادل، منتخب جدير بالاحترام في هذه المباراه، الفير بلاي كابتن مباريات اليوم، تعادل غانا موزمبيق ابقى على امام مصر بعد ان ضاع الفوز اللي كان في المتناول. جيرسون تقدم في الدقيقه 45، عادل تريزيجيه في الدقيقه 50، ثم سجل مصطفى محمد هدف في الدقيقه 4 بالوطن الضائع، ثم في الدقيقه 7 سجل براين تشيرا. فرحه المصريين بالترشح والتاهل، صحيح بشق الانف وصحيح بصعوبه، لكن تبقى مصر دائما وابدا في هذه المباراه. فك شباكه 6 اهداف، وهذه نقطه استفهام وعلامه استفهام كبيره جدا امام دفاع المنتخب المصري في هذه البطوله. اي نعم سجل 6 اهداف ولكن عليها ايضا 6 اهداف. اليوم منتخب الراس الاخضر تقريبا بالصف الثاني.